يسعد مساكم جميعا. كثير شباب سألوني محمد أي أحسن، البندقية اللي بتجي الفيكسد تشوك يعني تشوك بيجي فيها منه فيها، أو ريموفل تشوك اللي بيتغير تشوك من طبعها يعني بيجي معها الشوكات على جنب. شباب كل واحد عنده نقاط قوة ونقاط ضعف. طبعا الفيكسد تشوك يعني السبطان اللي بتجي الشوكة منه فيها خردقاتها إجمالا هي أحسن، أوكي، وفي ناس بيعتبروا إنه مداها أفضل، بس هي لأنه خردقاتها أفضل فبساعتها بتجيب أهداف بشكل أفضل أو تقتل فرائز بشكل أحسن. الشوكاتة اللي بنفكوا بيركبوا لذتها إنه في أكتر من أوبشن، سو عندك أكتر من خيار لتقدر تستعمل البندقية. طبعا أنا دائما بفضل الخيار اللي إنه البندقية بتقدر تغير الشوكات تبعتها اللي هو removable choke. طيب هون وين نقطة ضعفة بالموضوع؟ نقطة ضعفة بالموضوع الريموفل تشوك لازم انتو عم ترمي فيها دايما تأكد انه الشوك مشدود 100%. لهذا السبب كتير من الصياد بفضلوا الشوك اللي يكون ظهر شوي لبرا لقدر يشده بسهولة. هلا بغض النظر انه حتى الداخل فيك تشده باصبعك يعني لو نتف صغير ما ضروري، بس انه في ناس لك انا بفضل خارج شوي صغير. anyway شو المشكلة هذا الشوك؟ لما اذا رخ كتير، اذا صار يطلع كتير وصار في فراغ بين الشوك وبين السبطان من جوا، الفلينة او الكوب او الكاسة تبعت الخردو اذا فاتت بيناتهم ممكن هذا الشيء يخلي السبطانة تنفخ او تبج السبطانة من فوق، فهذا بس الريسك اللي فيها، بقى ما تبقى هي ممتازة. فدايما لازم تتأكد ان الشوك مسكر مزبوط. واجمالا بجعب لكم دايما لما يكون عندك اكتر من خيار بتشوكات افضل بكتير ما يكون شوك واحد ثابت، لان ممكن كتير تنقل من طير لطير، ممكن يكون الطير كتير عالي تضطر تضيق الشوك، لما يكون الطير متوسط او قريب تتوسع الشوك، لانه اذا ضيقته كتير كان ممكن ما تصيبه لانه بتصير عم تطلع مثل رصاصة. فبتفضل يكون الشبكة اكبر لتقدر يكون فرصتك انك تجيب الفريسة اكثر. ميرسي كتير لكم.